السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد بن سلوم وهذه لعبة سترينجين. اللعبة فكرتها أنك في سيرك وأنت تتأرجح على الحبل، يعني نفس طرزان مثلا. يعني هذه فكرة لعبة، وفكرتها أنك كم توصل سكور، كم توصل يعني النقاط، يعني لأبعد شيء كم توصل فيحسبوا لك إياها. وخلنا نشوف اللعبة. بسم الله. هول طبعا تمي الضغط هنا مثلا كذا، تفك وتمسك ثاني مرة على هالشكل. لا 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 شت. طبعا هذه الكهرباء اللي تدق فيها، اذا دقيت خلاص يعني مت. ان شاء الله انا وصلت 147، احاول اوصل اكثر من هذا ان شاء الله وياكم. يلا بسم الله. يلا يا طرزان. شت دقيت شت. حلوة صراحة مثل هالألعاب، يعني تكون بسيطة. واو تكون بسيطة يعني، ويعني مكان خاصة أماكن الانتظار اللي البنوك، المستشفيات والشغلات هذه. لا 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 لا. حلو 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 حلو. وصلت أبعد من الأرقام دي. فلعبة حلوة صراحة. شت دقيت. حلو وصلت 300 و وصلت 373. المهم فنفس انتم ما شايفين، يعني اللعبة صغيرة ورسمتها حلوة وبسيطة. ويعني هاي اللعبة مثل هاي الألعاب نفس التسلية، يعني أماكن انتظار أو شيء كذا. فهذه الألعاب ما تكون يعني ألعاب باستمرار تلعبها، لا لا، يعني أوقات الفراغ فقط يعني تلعبها، بس إنها حلوة يعني جدا مسلية يعني. يلا بسم الله. خلينا نبدأ بعد ثاني مرة، عجبتني شوية. واو طبعا لازم توازن الحبل على الكهرباء هذه. اوه شت انا غلطت ومسكته وفكيت نفس الوقت. ايوه يلا يا ولد. اوه اوه والله دق جبهته فوق. سويت له علامة ماركر جبهته. اوكي فوق. اول ما بديتها ما فهمت يعني. شيت ما فهمت كيف العبها يعني. بعدين فهمت انه تضغط وتفك، تضغط وتفك على هالشكل. عديت رقم، عديت. لا 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 شت. تعرف يوم توصل، يوم تعرف نفسك انك عديت هذا الرقم اللي انت كنت محققه، ف تبدا تتوتر. المهم حلو وصلت 412. حلو. ف هذه اللعبه مثل ما شفتوها جدا حلوه. قولوا لي اذا وصلتوا اكثر من 412، فخبروني اذا حد وصل اكثر. وطبعا هذه مجرد تجربة يعني أول بداية، وإن شاء الله حطي رابطها تحت في الأسفل إن شاء الله تحصلوها. ولا تنسوا يعني أهم شيء الاشتراك بالقناة، يعني كل يوم يومين يومين أنا أنزل فيديوهات عن ألعاب، وأجرب أكثر شيء إني أجرب الألعاب هذا أكثر شيء. وفترات أنزل شروحات للألعاب، مثلا في ألعاب ناس ما يفهمونها فأنزل شروحات. وإن شاء الله تسوي اشتراك في القناة، أهم شيء تعجبك القناة طبعا يعني هذا أهم شيء. ولا تنسى اللايك وعلق، عطني رأيك يعني، عطني رأيك في اللعبة، في أدائي أنا، في أي شيء أي شيء تبغى أي شيء تتكلم فيه عطني رأيك، يشرفني أسمع رأيك. ولا تنسى تشوف الحلقات اللي قبل، عندي حلقات كثيرة في القناة لا تنسى تشوفها. وشكرا.